يعطيكم الصحة سي على حضوركم اليوم خاطروا سي تري امبورطون باش يكونوا عندنا دي زيفينمون كيما هكا في تونس اللي ما كانوش قبل وقت اللي كنت انا ايتيديون ما كنتش نحضر على دي زيفينمون كيما تيديكس وكيما دي زيفينمون سيميلير حبيت نقول لكم اللي بون كيما تفرجتوا كانوا اكثر لي سيكونس كانوا من تونس واللي نحن التوانسه طلعنا فينالمون ما نعرفوش تونس بالكدا وكل ما ندور في تونس انا نكتشف اللي بالحق ما برشا حاجات اخرى جديده زاده ما نعرفهاش باللي درت راه ما نعرفش تونس كامله. مي اللي حبيت نقوله اليوم لكم انتم بما انه معناتها اليوم نحكيو على الفيتور في الفيتور نتاعكم وفي حياتكم ومن اليوم فما شوا تري امبورتون يلزمكم تعملوه اللي هو تعيشوا فرحانين. هذا هو الشواء اللي بريمورديال قبل كل شيء. عيشوا فرحانين، تمتعوا بالحاجات اللي عندكم خاطر راهو اللي عندكم بتاتخ نهار اخر ما تلقاهوش، بتاتخ معناتها ناس اخرين معناتها ما عندهمش. صحة بدنك، العباد اللي يحبوك والعباد اللي تحبهم، شربة الماء كي تشربها، الماكلة كي تبدا تاكل فيها تمتع بها، حاجات هذوما اللي هما ماخذينهم نحنا بديهية معناتها الإنسان كل يوم عنده يرقد دافي، جو باهي كل شيء، دونك ماهوش قاعد يحس بها. وقتاش تحسهم الحاجات هذوما؟ وقتاش تحس بالبزوان هذاك؟ وقتاش تحس بقيمتهم؟ وقت اللي تخرج من الكومفورت زون تاعك، وقت اللي تبعد على داركم، العباد تبدا ترد بالها تحب تكون بيان تيغي وتبدا هارب من المطر وما يحبش مسخ صباطو بالطبعه وكل شيء وانت تبدا غاتس بالطبعه للقرومه وتبدا البرد ياكل فيك من كل شيره الدنيا تبدا مثلجه وانا داخل في وسط البحر ونعوم تداويك في ديسمبر عمت في شو اسمه في تمرزة في السود عمت في بنزرت وعمت حتى في نابل دونك تويكا في ديسمبر وقت اللي العباد قرسانين وتلج قاعد يصب في عين دراهم ونحن قاعدين نعوموا في البحر. دونك لي تشالنج هذوما شنو يعلموني؟ يعلموني وقت اللي نروح لدارنا بعد البرد وقت اللي عشته في الافونتور بتاعي كي نروح للدار وكي نحس بالسخانه بالحق نعرف قيمتها بالحق معناتها جاب خيسي ونتمتع بها الحاجه هذيك. وقت اللي بار اكزومبل تمشي لسوايع هكايا او طوال في الصحراء وبالحق تشوف العباد اللي كيفاش يعانيوا معناتها ما يعرفش قداش يلزمو يمشي باش يلقى بير باش يلقى عباد اخرين معناتها هكا خيمه فيها ناس اللي تلقاهم يرعاو بالجمولات ولا حاجه معناتها يمشي ما يعرفش قداش باش يشرب هذا كله ما نعرفوش نحن خاطر نمشي نحل السبانه نشرب في الدار ننزل على كل سايش على الضوء ولي نهار معناتها الحاجة هذوما كلهم ما نعرفوش قيمتهم بالحق دونك هذا اللي خلاني جي لونسي ان تشالنج دانييرمون سميتو مازال الخير في تونس سميتو مازال الخير في تونس علاش؟ على خاطر نحن التوانسة دانييرمون يمكن مش حتى بعد الثورة معناتها الوقت هذا الكل حسيت اللي ما عادش عندنا ثقة في بعضنا ما عادش عندنا كيفاش نقولوا نحنا ثقة في بلادنا ما عادش عندنا أمل المستقبل نتاعنا وهذا أثر فيا على الأخر دونك تغششت مشيت هبطت فيديو قلت أي أنتم قلتوا تونس خايبة ما فيها حتى شيء باهي ومعناتها وما عادش يتعاش فيها وما عادش معناتها فما أمل في الفيتور وكل شيء أخويا أنا باش نعمل لكم تشالنج وباش ندور تونس كلها ما غير ما نصرف حتى فرانك وباش نعمل كان على قلب التونسي معناتها كان بيتني بحذاه بيتني ما بيتنيش بحذاه هكا بيت في الشارع كان ما لقيتش ما ناكل ما وكلونيش العباد زاد كيف كيف عندي البسيسه نتاعي معايا مش كان تحتهم فانا هكا على خير نقدر ما ناكل دونك سيتي كوم سا معناتها كان تشالنج سبونتاني على الاخر وبدينا في التور في التور هذايا بديت من حومتي من المحمدية نسكن في المحمدية ولاية بن عروس وخرجت خديت ستوب لولاني ستوب لولاني خاطر انا جي لونسي لابيل على السوشيال ميديا اللي العباد اللي تبعوا فيا على الفيسبوك يتبعوا فيا على الانستغرام سي سيغ راهم شافوهم دونك
الستوك لوراني شوفوا مش مشي في الانستغرام جاني وصلني حتىكش لوتورود ومن لوتورود طلعت في ستوب اخر مع لي سوبر مارك حسيت وصلوني البنزار وبديت بشويه بشويه نشوف في الناس كيفاش وليت تتفاعل. عباد جاوا معايا من سوسة، عباد جاوا خلطوا عليا معناتها من سيدي بوزيد، خلطوا عليا من قبلي، فما ناس جاتني من نابل، فما حسيلو من تونس كاملة. عباد خلطت عليا افيك دي ساكادو، هاي ربيع نمشيو، هاي نخرجوا كل شيء. دونك ابار انه معناتها البداية بتاع التور كانت هكا بالنسبة لي أنا كانت تشالنج قوي لي أنا خاطر ما نعرفش على روحي شنو باش يصير. مي لكن لما نتاع التوانسه الكل اللي جاوا معايا هذيك كانت حاجه قويه على الاخر. وشنو اللي صار؟ في كل منطقه انا في بالي معامل باش ندبر راسي وحدي. يا اخي جاوا معايا برشا ناس، كي جاوا معايا برشا ناس كيف كيف الناس اللي كانت باش تضيقني انا ولا ضيقتهم هم الكل معايا. معناتها في دار تلقانا قريب ال 20 رقبه وعباد توكل فينا معناتها من ماكلتهم ناكلوا اللي يجي فما مقرونه جاريه فما كسكسي فما اللي هو ناكلو ما يهمناش. دونك العباد ضيفونا نحنا الكل وفرحوا بينا وفوق طاوله واحده تلقى شكون يقول اني وشكون يقول نا وشكون يقول انا معناتها ما عادش فما حتى ديفيرونس بين حتى واحد من حتى ريجيون. دونك فما ايشونج ياسر مزيان وهذا اللي كنت انا مركز عليه في الباج نتاعي وفي الانستغرام بالنسبه للعباد اللي قاعدين يتبعوا فيا. كنت مركز على الديفيرسيتي اللي عندنا في تونس، ديفيرسيتي كولتوريل، ديفيرسيتي في الناتور، ديفيرسيتي في معناتها حتى جاسترونوميك، حتى كل شيء، معناتها تمشي من منطقه لمنطقه كل شيء يتبدل، ملي تكون معناتها في الشمال باغ اكزومبل عندنا البحورات وعندنا الغابات وعندنا معناتها حاجات مزيانه برشا. تمشي زاد للوسط تلقى جبولات تلقى معناتها اتموسفير ديفيرون على الاخر. عندنا محميات زاد العباد ما تعرفهمش برشا محميات ابار ديك الجزر وابار معناتها الحاجات اللي نعرفوها بدات شويه. مي راهو عندنا حاجات ياسر مزيانه في تونس ماناش فايقين بها. في جمعه بركه معناتها منين كنا في الاتموسفير نتاع كان تعرفوا شمال غربي وقداش الدنيا بارده ومطر وكل شيء. بعدك شهبتنا اللوتا وصلنا للسود سخانه تقتل حاسيلو وعبيت معناتها في الصحراء وحاجه ياسر مزيانه. في التور هذا بيدو زاد حضرنا على جمعان التمر، حضرنا على جمعان الزيتون، حضرنا زاد على جمعان البرقدان. برج الحاجات هذوما قداش محلاهم. والاسباي هذايا خلاني نخمم في حاجه اكبر شويه اللي هي باغ اكزومبل لو توريزم ايكولوجي. سي طارق جاونا التوريزم. دونك لو توريزم ايكولوجيك ينجم يكون بوتنسيال كبير على الاخر بالنسبه لتونس. اللي هو تويكا عندنا مشكله انه الانفراستركتور نتاعو ماهيش حاضر. هذه هي المشكله اللي نحن كمجتمع مدني يلزم نساهموا فيها. علاش يلزم نساهموا فيها؟ على خاطر اليوم نحن قاعدين نحكيو على التكافؤ بين المناطق. هذا هي اكثر حاجه تنجم تخلق التكافؤ بين المناطق. اذا كان انتم من جد تمشيو لسليان وجماعه سليان يمشيو لبنزرت وجماعه بنزرت يمشيو للشمال الغربي يمشيو للكاف يمشيو نوليو ندورو نحن في بلادنا هكا ما هي العزله الاقتصاد تدور تو حتى معناتها التوريست تو هيك يلوج باش يحب ياكل خبز تابونه على خط مباركه في جبل سمامه والاخر يحب يمشي يعيش الاكسبيريونس نتاع جمعان التمر والاخر يحب يجي معناتها يعيش اون اكسبيريونس نتاع برقدان في 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 نابل. دونك اليوم معناتها حتى دون لو موند اونتي الناس قاعده تلوج على لافونتور، الناس قاعده تلوج على كليشونس كولتوريل. ما عادش يلوجوا برشا على يمشي اوتيل هاو ويقعد قاعد هذيك، يحب يخرج يحب يتعرف على العباد يحب يحكي معاهم يحب يشوف الكولتور نتاعهم يشوفهم كيفاش يخموا يشوفهم ماكلتهم. هذه الحاجات هذه كلها ما يلقاهاش. شكون ينجم يحضر؟ ولاد المنطقة. علاش عجبتني زاد المبادرة نتاع ايجو قدانا لهنا نتاع شكون تابعين ايجو قدانا لهنا؟ سيسا المجتمع المدني هو أول واحد معناتها ينجم يخدم الحاجة هذه ويخدم شنو يخدم منطقته أول حاجة. على خاطر إذا كان أنت
فمش حتى واحد انا ما نجمش نحكي على جربة كما انتم ما تنجموا تحكيوا عليها ما نجمش نحكي على الكيف كما اولاد الكيف ينجموا يحكيوا عليها لكنها يعرفوها كان هم علاش لو ميساج تعدى الاخراني اترافير العباد معناتها انا في عندي دوكيومونتير التور هذا اللي عملته انا في عندي دوكيومونتير ان شاء الله يحضر ونحديوه مي معناتها شفناهم البلايص اترافير لي زيو نتاع العباد هذوك معناتها ما نجمش انا نحكي على منطقه اكثر من ولادها ما نجمش نعرف البلايص التراكن نتاعها اكثر من ولادها ما نجمش نعرف التاريخ نتاع الماكله هذيك كيفاش هو يحكي لك عليها من اللي زرعها العمل القمح حتى كشين فين رحاه وكيفاش معناتها ولا برغل كيفاش كذا فهمتني هذيك الكل ما تنجمش تعرفهم والموند انتي ماشي في الديريكسيون هذيا وماشيين ونحافظوا على الايكولوجي خاطر نخموا زاد في البلانيت نشوف موند لا بلانيت والمشاكل نتاع الاندستري والمشاكل نتاع تو سكي سباس دون لو موند دونك الناس الكل فما اون كونسيونس معناتها مونديال ماشيه للايكولوجي وللتوريزم دورابل ويحب يحافظ على الكولتور زاد خاطر كان باش نكملوا هكايا راكم تشوفوا في المدن كيفاش ولات بريسك معناتها توا تمشي للصين وتمشي لامريكا وتمشي لفرنسا ولا بريسك كيف كيف علاش خاطر البنايات ولات كيف كيف والحاجات كلها ولات كيف كيف نحن قاعدين نخسروا في برشا بالطابع التونسي اذا كان كلنا باش نبنيو عمارات وباش نبنيو ما نعرفش ناس اي ما عادش فما حتى ديفيرونس راكم تشوفوا المدينه العربي لهنا والمدينه القديمه محلاها كيفاش والازرق والابيض والحاجات هذيك محلاهم اللي هما ماشيين في التحاور دونك يلزمنا نحن الكل نكونوا كونسيون بالحكايه هذه ونحاولوا نخدموا عليها المبادره نتاعي انا وحدي انا انسان وحدي عملت مبادره كيما هكا حاولت اوري تونس بعين اخرى قلت لهم خذوا عيني شوفوا بها كل يوم قاعد نهبط في دي بوبليكاسيون نحكي لهم في لي زافونتور نتاعي كيفاش صاروا كل شيء في تونس والبرا من تونس نحاول نوري لي جون اللي كيف معناتها كيفاش تسافر باقل فلوس كيفاش تحوس في بلادك معناتها باقل فلوس وبانقص تعب معناتها كيفاش توصل الناس معينين ينجموا معناتها يعاونوك في بلايص معناتها في من تونس لي زاكتيفيتي او دور كلهم خاطر فما برشا دي جون يقول لك شنو باش نعمل انا في الويكاند ما نلقاش ما نعمل ما تلقاش ما تعمل عندنا امبارح برك قاعد انا والولاد صحابي قالوا كان ما تمشيش تسهر ولا تمشيش للقهوه شنو باش تعمل في تونس قلت له شو تعمل نجم تمشي تعمل بلونجي سو ماري نجم تعمل سبيليولوجي نجم تعمل اسكالاد نجم تعمل كاياك نجم تعمل ايكيتاسيون نجم تعمل 100,000 حاجه في تونس 100,000 حاجه في تونس بليهم دي جون ما يعرفوهمش ها ما يحكيوش عليهم علاش استنى حتى يحكيو لك عليهم لو جنت اسال شوف ان شاء الله يا ربي تحضر البلاتفورم انا قاعدين نخدموا توك على بلاتفورم بور فاسيليتي بور لي جون باش يلقاو لي كونتاكت هذوما باش نعطيك نمرو خالتك مباركه وقت اللي تحب تاكل خبز تابونه انت في الكاف تكلم ديريكت خالتك مباركه تمشي تبات بحداها وتاكل عندها خبز تابونه وتعاونها هي شويه وتروح على روحك باش نحاولوا نعملوا حاجات كيما هكا تحب تمشي لسديانا تطلع للجبل السرج نعطيك نمرو الجيد غاديك تمشي تحوس معاه وكل شيء تحب تمشي تدخل للجرات كيف كيف زاد دونك هذا نحبوا نخلقوا حاجه جديده بو لو بيي اول حاجه لبلادنا لولاد بلادنا المناطق اللي نسموها نحن مناطق مهمشه خالص اسمه مش مهمشه دونك نحاولوا بالحق نخدموا رواحنا برواحنا استناو حتى حد باش يتمز علينا ولا يجي يعطينا اعانات من برا ودرا شنو هذه الحكايات كلها فيها غيرها وراو معناتها كي ترجع تويكا هما يحبوا يوليوا يعملوا القفه كيفنا نحن كيما نخدموا في القفه يحبوا يخدموا المظله هما تويكا علاش خاطر دم كلهم ما يهلكوش الايكولوجي باش ينحيوا البلاستيك معناتها لو موند ماشي للفيتور هذاك هو الفيتور لو موند ماشي في الديريكسيون هذيك اللي هو نحن تويكا اليوم عندنا مزيد حاجه في ايدينا خلينا ما نضيعوش الصنعة في ايدينا ما خلينا ما نضيعوش البوتنسيال اللي عندنا هذا كله نعرفوا قيمته ونثمنوه ونحاولوا نخدموا به المستقبل نتاعنا اللي نجموا نلبسوا به بلدان اخرى بلادنا راهي ياسر محلاها بلادنا ياسر فيها حاجات باهين
بلدنا ياسر معناتها عبادها محليهم 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 على الاخر. ما تخافوش من بعضكم، اقربوا لبعضكم وخدموا مع بعضكم شيرتو، وهاي نبدلوا نحن. كل واحد فينا سي سيور عنده قضية في حياته يحب يبدلها، واحد مش عاجبه الكياسات فيه الحفر، والاخر عنده مشكلة بتاع الإدارة التونسية، والاخر عنده ما نعرفش شنو. كان كل واحد منا ياخذ الحاجة هذيك كقضية في حياته ويخدم عليها ويبدل لك الحاجة هذيك، تو تونس بالي خير.